أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف. تقول الأم المسكينة في إحدى الحكايات المرعبة في تونس: أم الصبيان جاعت وفتيمة بنتي ضاعت، طاح الليل عليها ويا رب تنجيها وتروح لي بيها. أم الصبيان جاعت وفتيمة بنتي ضاعت، طاح الليل عليها ويا رب تنجيها وتروح لي بيها. هذه ليست سوى كلمات من أغنية جاءت ضمن حكايات مرعبة عن أم الصبيان. قد يبدو هذا الاسم غريب لدى العديد منكم، ولكنه موجود في تونس. دعونا نتعرف عن أم الصبيان التي ما أن يذكر اسمها حتى يدب الرعب في القلوب. قبل ذلك أرجو منكم جميعا دعم الفيديو بلايك ودعونا نبدأ. يقال بأن أم الصبيان كائن مخيف تعيش في أماكن وعرة في أعالي الجبال التي لا يمكن للإنسان الوصول إليها، وهي شبيهة من العبيثة أو الجنية. يحكى بأن شكلها قبيح جدا ولا يمكن للإنسان أن يتحمل النظر إليها، نظرا لبشاعة شكلها الذي يلقي الرعب في القلوب. يقال بأن لها جسم كجسم البشر، ولكن أقدامها كحوافر الحمار أو الحصان. أم الصبيان لا تظهر إلا بالليل في الأماكن والطرقات المهجورة، وتعترض الناس المتواجدين هناك، ولها القدرة على أن تغير شكلها إلى امرأة فاتنة الجمال. هكذا تفتن كل من يعترضها ويتبعها دون أن يعي بذلك. يمكنها أن تفقده عقله وتجعل الرجل أو الطفل يتبع خطاها ليجد نفسه في مكان مهجور وبعيد كل البعد عن البشر، وهناك تكشف له عن شكلها الحقيقي المرعب وتطلق صرخات مدوية مفزعة. فمن شدة الصدمة والرعب يسقط الشخص الواقف أمامها على الأرض ويفقد الوعي، وتكون تلك آخر لحظات بحياته حسب الحكايات الشعبية. للإشارة، فإن أم الصبيان كما قلنا يمكنها أن تغير شكلها كله، ولكن لا يمكنها أن تغير شكل أقدامها التي تبقى دائما كحوافر الحيوان، وهذا يعتبر العلامة المميزة لدى أم الصبيان. بالنسبة لاسمها، فيقال لها أم الصبيان لأنها تكون دائما أم لمجموعة من الصبيان، قد يكونوا من الشياطين أو الجن أو الغيلان كما يروى بالقصص الشعبية. يطلق عليها أيضا اسم العبيثة أو الغولة أو الجنية. يشار إلى أن أم الصبيان تتواجد أيضا في بلدان عربية أخرى، ويطلقون عليها إلى جانب اسم أم الصبيان الدويس أيضا. هناك العديد من الحكايات المرعبة عن أم الصبيان. هناك من يصدقها ويعتبرها حقيقية، ويروي حكايات لأناس قابلوا أم الصبيان، منهم من نجا بحياته ومنهم من عثر عليه فاقدا للوعي، وآخرون فقدوا ولم يعثر إلا على أشلاء من جثثهم. وفي المقابل هناك من يعتبر أم الصبيان خرافة وليست سوى مجرد أسطورة ابتدعها البشر، وتداولوا الحكايات عنها بالليالي أثناء السهر فقط لمجرد الإثارة وتخويف الآخرين. بالتالي فهناك من يصدق بوجود أم الصبيان، وهناك من يعتبرها خرافة. أتمنى من الذين سمعوا حكايات عن أم الصبيان أن يحدثون بما سمعوه بالتعليق أسفل الفيديو. في النهاية أتمنى أن يكون قد نال أعجابكم الفيديو. الرجاء الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.